هاد شنو ما كيعرفوش شنو المغرب، الا قلت لهم انا مغربي يقول لك اه شنو هي المغرب، تقول لي كاين في نورث افريكا يقول لك اه افريكا، علاش انت بيض، علاش انت ماشي كحل؟ Welcome back to my channel. My name is Sukaina and I live in China. سميتي سكينة وانا كنعيش في الصين. اليوم قررت نهضر لكم على اهم الحوايج اللي خاصكم تعرفوهم قبل ما تجيو لتشاينا. Don't speak Moroccan please. Just click on the subtitles down below and you will understand what's going on here. اول حاجه خاصكم تعرفوا باللي في تشاينا ما كيخدمش جميع وسائل التواصل واتساب فيسبوك انستغرام جوجل سوفور السوشيال ميديا كاملين امبوسيبل يخدموا لك في تشاينا. علاش؟ لان الجوفرمنت منعها. كاين واحد سولوشن خاصكم تيرشارجيو في بي ان، تيرشارجيو على الاقل 5 ولا 6 لي في بي ان في التليفون ديالكم باش ملي تجيو تشاينا تاكتيفيو وتقدروا تكونيكتاو. ثاني حاجه اللي هي الفلوس، شحال تاع الفلوس غيخصكم باش تصرفوا في الشهر الاول اللي غتكونوا في تشاينا؟ سوق الا كنتي جاي من المغرب كنوصيك تجيب معك على الاقل 5000 ار ام بي اللي هي 7000 درهم مغربيه، تقدر تكفيك و ام شور غادي تكفيك بمده شهر، تخلص الكرا وتعيش المعيشه ديالك او لا تصرف المصاريف اليوميه. 2000 كرا 3000 معيشه، that's it. ملي غادي تشاينا اول صدمه غتكون عندك هي اللغه، يعني غتبغي تسول اي واحد فين نمشي فين نجي فين نشد، ما غيفهمكش وغيبقى يهضر معاك بالشينويه. مرة اي دونت سبيك تشاينيز غيهضر معاك بالشينويه، سو كنصحكم تجيو معكم ترانسليتر، كنصحكم بجوجل تراديكسيون ولا بايدو. بايدو هو واحد تشاينيز اب بحال جوجل ديال تشاينا، اي حاجه بغيت تقولها كتكتبها بالانجلي كترجم لك بالشينويه وكتوريها لهم بحال هكذا، كتمشي عند اي واحد كتوري ليه التليفون ديال بحال هكا تقرا تشاينيز ترانسليشن ويقدر ينفعك او لا يقدر يميك هذاك ويدير راسو بحال ما شافكش. Yeah, it happens in China. Yeah. كاين شي حاجه سميتها الفرماج كونفيتور، لي فروي اللي كتعرفوا داك المذاق الزوين اللي كنعرفوا حنا ديال الدلاح وتاع البعوض تاع التفاح وتاع البنان، forget about it. كنصحكم نجيو معكم نمبر 1 العطريه جام فرماج دو دوغون، جيبوا معكم دو دوغون ديالكم حيتاش هاد الناس ما تيعرقوش وما كيديروش دو دوغون بتاتا، ما كيديروش الريحه. Imagine how life would be with people who doesn't use that. جيبوا معكم القهوه نسكافيه ديال المغرب ماشي هي نسكافيه الشينوا. الدواء، جيبوا معكم الدواء ديالكم من المغرب، نصيحه من وزاره الصحه، ان افكتيف وما تيدير والو، واخا تعيا ما تشرب في الدواء ما تيوقع لك والو، ما كتبرش كتبقى مريض وعلى ما كتزيد تمرض. صودو لي براندو لامين السيرو ديال القحبال قويلبات. حاجه اخرى نصحكم بها، ما تجيبوش معكم بزاف ديال الحوايج لانه هنايا الحوايج ارخاص. المهم راكم عارفين كلشي ميد ان تشاينا، اي حاجه كتوقع كطيح لك دماغك كان بي ميد هير، سو ايفريثينغ از افيلابل. وكاين واحد الحاجه واحد الاداه سحريه سميتها طاوبا واللي كنحماق عليها، اي حاجه بغيتيها كتقدها في طاوبا بثمن رخيص. سو هادشي اللي كاين، هادو هما الحوايج الاساسيين اللي خاصكم تعرفوهم قبل ما تجيو شينوا، وهادو هما الحوايج اللي كنت كنتمنى لو كان عرفت قبل ما نجي لتشاينا. الفيديو ديروا ليه لايك وسبسكرايب وشير وقولوا لي شنو هما الحوايج اللي بغيتوني نهضر لكم عليهم next time. I say thank you very much for watching and see you later.